الوصول إلى الحق يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى صدق ويحتاج إلى سلوك الطريق. لابد أن تسلك الطريق سلوكا صحيحا. كيف تصل إلى الحق؟ إذا كنت ستذهب إلى بنيات الطريق، إذا كنت ستذهب مع السبل وتدع الصراط المستقيم البين الواضح. تريد الحق، أصدق مع الله وأخلص في قصدي طلب الحق، ثم أطلب الحق من معدنه، أطلبه من الوحي، أطلبه من كلام السلف الصالح، وأبشر بالخير، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم.